الجميع كان في الموعد البهيج ببلدية العاصفية بالأغواط كي يعيش تلك اللحظة السعيدة والمميزة بتتويج أول دفعة لخاتمة كتاب الله عز وجل، وما أحلاه وأجمله من لقاء أمام الأهل والمشايخ. شرفنا اليوم بحضور الحفل الذي نظمه مسجد القعقاع لبلدية العاصفية. تعلمون أن هذا الشهر هو شهر القراء الذي كان سببه تكريم الخاتمات اللواتي ختمنا على يد الأستاذة حليمة بوغرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي وفقنا لحفظ كتابه، وكل الشكر الجزيل للأستاذة الفاضلة حليمة بوغرين، وشكر لوالدينا الذين دعمونا على حفظ كتابه. الحمد لله الذي من علينا حفظ كتابه العزيز وجعلنا من المصطفين الأخيار. أشكر الأستاذة الفاضلة والوالدين الذين كان لهم دعم كبير. الحمد لله والشكر له جزيل الشكر على وهبه على فضله وعطائه ووهبه لنا قدرة حفظ كتابه العزيز. ربي وفق الوالدة بحفظ كتاب الله العزيز الحكيم بأحسن جائزة، وهي أنها تحمل كتاب الله في قلبها، وربي وفقها الحمد لله بعد 3 سنوات من الجهد والحفظ والكذا والمثابرة، وربي وفقها الحمد لله، وإن شاء الله ربي يعطينا خطاها. بالطبع كان للحافظات المبتدئات والمرتديات الجدد للحجاب نصيب من هذا التكريم المستحق، بالإضافة لتكريم طالبات الحافظات ل20 حزبا وتكريم المرتديات للحجاب وهن 6 طالبات من المدرسة القرآنية. فتحية للأستاذة الفاضلة بوغرين وأمثالها وكل من ساهم في صنع هذه اللحظات الجميلة جمال وبهاء حفظ كتاب الله عز وجل.